كابتن شريف، كنت بتكلم في الانترو ان النادي الاهلي دايما وعلى مدار جميع الاجيال مفيش قدامه غير حاجه واحده هو اللي بيبحث عنها، الانتصارات فقط. طبعا اديك بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اديك شفت الماتش اللي فات، احنا يا دوبك اتعادلنا ولينا 3 ضربات جزاء وماتش عدى زي اي ماتش احنا بنتعادله في الدوري، يعني مفيش فرقه بتكسب على طول يا كابتن ايمن. طبعا انما خلاص الناس اتعودت الحقيقه، وفي الفتره الحاليه كمان وطالب المزيد، كل ما بيجي لك فوز ورا فوز ورا فوز بتطلب الجماهير ما عايزه على طول نفس شكل الانتصارات ما يليق باسم التيشيرت الاحمر والنادي الاهلي. فالانتصار كمان يواكب شغل كتير قوي، وانت حاسس ان الدنيا كلها والمؤسسه عندك كلها بتشتغل بقدم الوساق، يعني الحقيقه ما فيش تهريج، ما فيش، كله مركز، كله عنده هدف واحد اللي هو البطولات، زي ما تعودنا حتى واحنا كنا في النادي الاهلي وصغيرين على البطولات، بس لما بنتعادل ماتش ولا بنخسر ماتش تبقى حكايه احنا مش متعودين عليها ولا متربيين عليها. زي ما انت قلت وتفضلت، المكسب هو الشكل الامثل للكره الافريقيه في صاحب اخر بطوله والتسع نجوم هو النادي الاهلي، فدايما مطالب بالمحافظه على هذا التفوق يعني. صحيح.